تبدو محافظة البيضاء بعيدة عن أي اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم محاولات عدة لإدراجها ضمن المحافظات التي شملها الاتفاق والتي شهدت حالة من الهدوء، فالميليشيا ما تزال مستمرة في خرق الهدنة التي تم الاتفاق عليها منذ أسابيع، وتشن هجماتها على مديرية وقرى البيضاء دون الالتزام بما شددت عليه الأمم المتحدة في سعيها لإنهاء الحرب. خروقات جديدة ارتكبتها قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي في مناطق مختلفة من المحافظة، وتمثلت في قصف مواقع تابعة للمقاومة الشعبية وكذا قرى سكنية بعيدة عن دائرة المواجهات. لم تكتف الميليشيا بهذا فحسب، بل إن تعزيزاتها العسكرية صوب المحافظة مستمرة في محاولة متكررة لتوسيع سيطرتها على المديريات التي تواجه فيها مقاومة شرسة كمديرية الزاهر وذي ناعم ومناطق أخرى. مصادر ميدانية قالت إن الميليشيا دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى حيد أسلم بمنطقة عزة، واستحدثت نقاطا للتفتيش وزرعت عشرات الألغام في مديرية ذي ناعم، في حين قصفت قرى في عزلة الحبج والأجرد في مديرية الزاهر. تلك التصعيدات الميدانية تجعل المقاومة الشعبية ترد على أي عمل عسكري للميليشيا في إطار ما قالت عنه حق الرد على أي خروقات ترصدها في جبهات القتال، وهو ما يجعل الحرب غير قابلة للتوقف إن استمرت تلك الخروقات.